ايه استاذ سامعينك. اوكي، كثير ممتاز. طيب، نحن كنا امبارح وصلنا للبارتي اونس، هلا حنكفي من الدوز والدون، صح؟ نحن امبارح شرحنا الاونس، مضبوط؟ ديس اونس نوت ديس اونس، شرحناهم. اوكي، كل الاحوال هن كلهم هول نفس الفكره، يعني عندكم من الناف للساز هول كلهم نفس الحضريه، بيعتمدوا على نومبر بالليميت، بيطلع نومبر بصير زيرو، فبدنا نعرف نحن اذا هيدا بلوس لانفيني او موان لانفيني. كرمال هيك نحن بحاجه لنعرف السين للنومبر، هي سهله انا بكون معطيكم اياها، والاهم هي هي يعني الزيرو، بدنا نعرف اذا هو زيرو بلوس او اذا هو زيرو مو. هيدي الصعوبه هون، بس يعني في اشياء بدنا ننتبه لها، يعني هون بارتي تريز منا سهله ابدا. اوكي، بدنا ننتبه منيح لهالموضوع. لكن هاي هي البارتي. امبارح نحن اشتغلنا على نومبر على انفيني ايجال زيرو، وانفيني سير نومبر ايجال انفيني، واشتغلنا كمان على انفيني بلس انفيني وانفيني فوق انفيني. طيب، بارتي دوز. ليميت لورسك اكس تون فير موان 1 موان دو موان 2 سير اكس بلس 1. بدي انتبه منيح لما بكون الاكس تون فير ان نومبر نيجاتيف. هذا الموضوع بدنا ننتبه. يعني هون الدوز والتريز، اوكي، بس يكون محدد نومبر نيجاتيف في بوسونس موان او نومبر أستاذ بوسونس بلس، هول بدنا ننتبه لهم كثير منيح. طيب، اول شيء بنعوض عادي، بنحط محل الاكس موان 1 موان 2 سير موان 1 موان بلس 1. هون الموان 1 موان ما كثير، يعني هي الفكره بس بتعوضوها. هلا تحت على الاكيد هي هيدي موان 1، يعني موان 1 بلس 1 هي اكيد زيرو، هيدي متفقين عليها، بس انا بدي اعرف اذا هالزيرو هو زيرو بلس او زيرو ما. كرمال هيك هون في عندنا كذا طريقه، نرجع لكم. انا بفضل نشتغل طريقه واحده لتكون واضحه للكل. بنحط المواقع على لين دروم، انا هون اكس تون فير مواقع، بنحط المواقع اكس تون فير مواقع موا، يعني اكس عم بتقرب على المواقع بس من قبل لموعة. يعني اذا هيدا هون لموعة، كل شيء قبل يعني اغوش، يعني كل شيء بوسانس موا بيكون عم بيقرب عليه من الغوش، وكل شيء بلس بيكون ادروات. فموا موا يعني تقريبا هون عم نشتغل. اوكي، هون طريقه يلي يمكن بتناسب الكل، خذ نومبر مثلا موا فيرجول شيء، يعني نومبر اصغر من موا، اصغر من موان 1 نقطه موان 1.001 فور اكزامبل. اوكي، يعني انت كانه الاكس هلا هي موان 1.001، بتيجي بتستعمل كالكوليتريس بتحسب هيدا بلس 1، حيطلع عندك موان 0.001، يعني الزيرو اللي عم تقرب عليها زيرو، شو طلعت؟ موان. وضحت؟ انا بفضل هاي الطريقه خاصه بالنمبر نيجاتيف. النومبر نيجاتيف ما فيكم تشوفوها 100%، اوكي، يعني ما فيكم تشوفوها باللوجيك كثير، لانه بالحقيقه اذا بدك تفكر فيها بار لوجيك، هاي اللي بدكم تشوفوها بهالشكل. موا ان موا بده يكون دائما ديفيرونس، موا موا ان صعب التلميذ يفكر فيها، يعني هون كانك عم بتنقص انت الموا ان موا من الموا ان، فبما انه الموا ان موا هي اصغر من الموا ان بيطلع زيرو، فهيدي صعبة عليك. كرمال هيك دائما بفضل تاخذوا كالكولاتريس، خاصة إذا إكس تنفر النومبر نيجاتيف. هلا بالنومبر بوزيتيف عادة بتكون أهين، يعني بيقدر التلميذ يشوفها باللوجيك، بس بالنيجاتيف بتضيعه. كرمال هيك البارتي دوز تحديدا والبارتي تريز، أنا بفضل هون تاخذوا نومبر قريب للموا موا من جهة الموا نيجاتيف. فهمتوا؟ هرجع عيد لآخر مرة، لكن بنحط محل إكس موا موا، هون ما بنحط زيرو موا لأنه هيدي موا، هون بنحط زيرو موا لانه نحن لما جربنا على الكالكولاتريس نومبر موا ان موا اللي هو تحديدا موا 1.001 اخذته انا وجمعت عليه ان، يعني هو بده اياها اكس بلس ان هيدا، طلع عندنا نومبر زيرو نيجاتيف، فبتطلع زيرو. اوكي، هاي طريقه. طريقه ثانيه اذا بدكم فينا نعتمد على السين دي اكس، طلعوا منيح هون بالاكس. الاكس اذا السين تبعها بوزيتيف معناتها اذا النومبر تون فير ان موا بضلوا ان موا، يعني هون موا موا معناتها هون زيرو،
اذا الاكس السيني تبعها نيجاتيف مثل هلا بالبارتي تريز ساعتها بيقلب هيدا، يعني اذا هيدا كان موع بصير بلوس، اذا كان هيدا بلوس بصير. طيب خلينا نروح على التريز، اكتبهم هي على التريز لنفهم. لكن قبل التريز خلينا نكفي هون، موان دو يصير زيرو موان، خلص نمبر على زيرو هو انفيني، نيجاتيف على زيرو موان نيجاتيف يعني بلوس نيجاتيف. لانه ليكم انتبهوا بكره بالامتحان انا ما راح اجي اقسم العلامه، يعني هيدي جلوبال، جلوبال يعني يا بتاخذ علامتها يا ما بتاخذ علامتها. يعني مش انه والله التلميذ اذا هون حط موانا انفيني بالغلط هيك بشله، لا بتروح العلامه كلها. يعني هي بتطلع معك بلوس انفيني. انت لازم تكون جاهز تعرف هي اصلا الاوبجيكتيف هون هو نمبر على زيرو انفيني. فبدك تعرف اذا هي بلوس او موان. يعني ما في تقسيم علامه هون بهول، مش محرزين يعني. فهمتوا كيف؟ فانتبهوا منيح من الموضوع عشان ما تخسروا علامات على الفاضي. بارتي تريز خلينا نجيب الليميت لهي هلا كمان انتبهوا هالمره اكس تون فير موان 5 بلس وي سور موان 5 موان اكس انتبهوا منيح هون الاكس بريسيدو دو موان مش بلس وي سور لاحظوا شو عملت انا هون موان 5 موان تركت هيدي موان 5 بلس مع انه هي يمكن انتم كلكم لما عوضتوها موان موان 5 هي بلس 5 ما بدي احطها بلس 5 لانه انا بدي اخذ نمبر قريب للموان 5 مش لل 5 لو حطيتوها هون بلس 5 هيك كانت رح تطلع معكم بهالشكل هيدا موان 5 بلس 5 بلس اللي هي صح بس هون انت هلا اذا بدك تجرب فالور على اللي هي نمبر كل انتبه هيدا 0 وهيدا هون مثلا موان 5 انت كنت رح تفكر 5 بلس 5 صار بمحل ثاني هون ما إلها علاقة فيها موان 5 فهمتوا كيف؟ فأنا لا بدي أجرب إكس تون فير كوا إيسي موان 5 بلس يعني بدي آخذ فالور للإكس يكون أدروات دو موان 5 أدروات دو موان 5 يعني هون يعني تقريبا قد إيه بيكون هيدا؟ طبعا هون في نمبر موان 4 موان 5 بلس يعني بدنا ناخذ نمبر أكبر من موان 5 فهمتوا؟ يعني بناخذ تقريبا موان 4.5 مش موان 5 فيرجول وضحت؟ هلا اذا بتجربوها لهي اذا بتجربوا موان 5 موان 4.99 هيطلع معكم زيرو نيجاتيف يعني اذا بتحسبوا موان 5 موان 4 هيطلع موان 5 بلس 4.99 وهيطلع موان 0.01 موان 0.01 هو زيرو مش الحال؟ بدنا ننتبه منيح للنوم النهائي. او الطريقه الثانيه ليش بتعملوا؟ بتطلعوا بالاكس. السين تبعها نيجاتيف معناتها بنقلب السين هون، يعني اذا هيدا اكس تون فير موان 5 بلس هيدا الزيرو اللي هون حيكون زيرو. في تلميذ بحبوا يشتغلوا هيك، انا كنت من التلميذ اللي بفضل اشتغل هيك. انا ولا مره كنت جرب كالكاتريس. بس انه كل واحد بيشتغل على ذوقه لانه هلا الكالكاتريس كثير شغاله بين ايدين التلميذ، نحن ايامنا ما كانت موجوده كثير. يعني كنا نعتمد على اللوجيك اكثر بكثير. اوكي؟ بس بكل الاحوال اذا بدك هيدي الميثود انتبه. يعني البلوس ببساطه تتحول لموان او الموان تتحول لبلوس اي تايم بس اذا السين للاكس كانت بريسيدد موان. فهمتوها؟ بتصير ويت سير زيرو موان، ويت سير زيرو موان هي موان لانه نمبر بوزيتيف على نمبر نيجاتيف مش الحال؟ اهم شيء هون بس بدكم تجربوا نمبر على لين دو نمبر بدكم تاخذوا موان 5 بلس موان 5 بلس يعني تقريبا موان 4.9 وفيكم من هون تعملوها يعني من هون اذا بدك اذا هيدي الايتاب ما بدك تكتبها ما في مشكله يعني فيكم من هون تحطوا موان 5 موان 4.99 كان حيطلع معك موان 0.01 مثلا او موان 0.001 طلع قريب للزيرو نيجاتيف يعني زيرو موان يعني فيك تحط لكن ديركت من هون تحط ويت سير زيرو اوكي ويت سير زيرو موان هي موان مش الحال؟ نعم استاذ ايه اوكي استاذ بارتي 14 سيس موان هالمره حتشوف القصه اريح لانه النمبر بوزيتيف اول شيء سيس موان نمبر بوزيتيف مش نمبر نيجاتيف سيس هو نمبر بوزيتيف مش نمبر نيجاتيف يعني هيدا الموان اللي فوق ما لها علاقه بالسين ولا النمبر
هيدي إيه علاقة إن هو هيدا الفالور قريب للسيس من قبله أو من بعده. فسيس سموان مقصود فيه تطلعه. إذا بتعملوا هون لين دنومر، إذا هون بنحط الزيرو وهون بنحط السيس، سيس سموان وهون بتكون السانك طبعاً. سيس سموان يعني هون، يعني قبل السيس بشوي، يعني تقريباً سانك فيرجول مثلاً ناف ناف. فبضلوا بوزيتيف. أمبري؟ هون عندي موا ان سور دو زموان دو زيكس، يعني موا ان سور، كمان برجع بقول لكم هذا الايتاب ما في داعي نكتبها. فيك تحط اوان موا ان سور، بتجيب كالكولاتريس وبتحسب دوز موا دو فوا، تاخذ حيالله اكس قريب ل 6 موا، قلنا مثلا 5.99. اذا بتحسبوا هذا الشيء على الكالكولاتريس حيطلع عندكم 0. شيء يعني 0. مثلا 0 او 0.02 اللي بمعرف، يعني بيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، هي 0 بلس. بس كمان دغري انا قلت انه 0 بلس، لان قلت لنا اذا كانت بوزيتيف بتطلع 0 بلس، يعني هون ما لنا مو سيستم، مو سيستم يعني 0 بلس. بس ليش 0 بلس؟ قلبت. فيك تعتمد الميثود الثاني اذا ما بدك تجربي كالكولاتريس. الميثود هي بتعتمد انه على السين وده الاكس. فيك تعتبر استاذ علي انا بدي اطفي من التليفون وافتح اللابتوب، فعمال ما اعرف اقبل. يلا لكن دوز موان دو فو اكس، هون اذا اعتبرت السين وده الاكس نيجاتيف، سيس موان فيها تصير اوام زيرو بلس، سي مش انه زيرو بلس. اوكي أنا بهمني تكونوا فاهمين ليش تحت زيرو بلس، هذا اللي بهمني، ما تكون بالصدفة عم تحطوه. أوكي أنا عم علمكم طريقتين. الطريقة الأولى بتجربوا حيلا نمبر قريب للسيس موان بتحطوه تحت بالديرمينيتور، يا بيطلع بوزيتيف يا بيطلع نيجاتيف، ساعتها بتكون يا زيرو بلس يا زيرو موان. أوكي أو بتطلعوا بالسين وده الإكس، إذا كان بوزيتيف السين وده الإكس الموان بتضل موان والبلس بتضل بلس، إذا كان نيجاتيف مثل هون ساعتها السيس موان رح تصير هون زيرو بلس. اوكي مو ان اوكي هيطلع لنا موان. ماشي الحال؟ فهمتوها؟ يعني اذا بدكم البارتي 13 و 14 مثل بعض طلعوا فيهم، قلبوا اثنيناتهم، هيدي قلبت من البلس لموا، يعني كانت موا 5 بلس صارت 0 موا، وهيدي كانت 6 موا صارت شو؟ 0 بلس. الباقيين كلهم ال 9 وال 10 وال 11 وال 12 لاحظوا 0 موا ضلت 0 موا، 1 بلس ضلت 0 بلس، 2 موا ضلت 0 موا، وهون كمان موا 1 موا ضلت 0 موا. ليه؟ لانه كلهم هوليك ال 9 وال 10 وال 11 وال 12 طلعوا بالاكس، السين تبعها شو عم بيكون دائما بوزيتيف. فهمتوا كيف؟ لما السين للاكس بتصير نيجاتيف مثل هون ومثل هون، ساعتها البلس بيتحول لموا والموا بيتحول لبلس. هيدي اذا بدكم فيكم انتم بعدين تستنجوها، بس انا بفضل تجربوا فالور قريب لهيدا النومبر قبله او بعده بالدنوميناتور، ساعتها لحاله بيطلع نومبر على 0 بلس او نومبر على 0. كومبري؟ هلا بنشتغل بارتي اللي هن عاده ممكن التلاميذ ما عرفوا يشتغلوا فيه لانه ما حلينا مثل، انا تركتكم انتم تفكروا فيه. هون انا امبارح قلت لكم ما في شيء غلط، لانه انتم هون تعودتوا بكل البارتيات من النف للكاتورز انه يكون النومبر بريسونس بلس او يكون النومبر بريسونس مو. هون ما في بريسونس بلس، انا حطيتها تروى وهون كمان مواندي، هلا خلينا بالتروى. بس قبل خليني اعمل كلير لهول، فيني محيون هول، في حدا بده يصور بده ينقل شيء؟ لا ماشي الحال استاذ. طيب هلا خلينا نروح لكن نركز على اخر اثنين. هون ما حطيت انا لا تروى بلس ولا تروى مو. موان سيب سير قصبتها تركتها تروى تروى موان تروى، بس انا شو في عندي هون بيسونس شو؟ اوكاري. طيب تروى اوكاري يعني لازم تكون بوزيتيف هيك بالضبط. طيب انا هيدي ليش ما حطيتها تروى بلس او تروى موان؟ طيب افترضوا هيدي كانت تروى بلس، يعني كانت حيطلع زيرو بلس صح؟ او اذا كانت تروى موان كانت رح تطلع زيرو موان. طيب بالحالتين اذا انتوا رفعتوا زيرو بلس او زيرو مو وكاري رح تطلع بوزيتيف، زيرو بلس رح تطلع برافو.
بالحالتين راح تطلع بوزيتيف. انا هيك استاذ حليتها، حللتها لانه اذا برافو زيرو موا يعني اذا كان مثلا هذا اعتبروه موان زيرو فيردول زيرو زيرو ان، اذا رفعتوه او كاريه هيدا الموا شو راح تصير؟ راح تصير بلس بلس، وهون نفس الشيء. فانا ليش بدي احط لك اياها تروى بلس؟ ما خلص ما هي لانه بيسونس او كاريه بالحالتين هيدي شو راح تكون؟ زيرو و زيرو بلس. فهمت كيف؟ بس اكيد لازم تحدد الزيرو. التلاميذ اللي ضاعوا فكروا انه هيدي بس زيرو فما عرفوا اذا هيدي زيرو بلس او زيرو. لا هون بدك تنتبه لانه اوكاري هي زيرو شو اجور زيرو بلس. فهلا موان سات زيرو بلس هي بالعكس هولي اهين يعني الكنز والساز اهين من هوليك لانه ماني مضطر جرب فالور. يعني هونيك عم بضطر جرب سيس موان 5 فيرجول 9 9 او موان موان يعني موان فيرجول 0 0 1 اجربها لاعرف اذا زيرو بلس او زيرو موان. هوني مش مضطر جرب شيء تطلع عادي نورمال نيجاتيف على زيرو بلس هي موان. اوكي بارتي سيز هيدي نفس الخبرية كمان بس أخذت إكس طن فير موان دو تحت حطيت موان سانك تروا سيور موان سانك فاكتور موان دو بلس دو أوكاري. هون لك شو عملت عشان ما ضيع تحت هيدي الموان اللي تحت طلعتها لفوق انتبهتوا؟ يعني صارت موان تروا سيور وكان فيك خليها تحت تطلع تحت زيرو موان. يعني هيدي يا بتطلع موان تروا على زيرو بلس يا بتطلع معك تروا وتحت هيدا اوكاري اتفقنا مثل اللي فوق زيرو موان هيدا زيرو بلس اوكاري صح؟ مضروب بموان سانك في بصير تحت زيرو موان. نفس الشيء اثنيناتهم هيدا نفس الجواب. فهمتوا كيف؟ يعني هي بالحقيقه هيدي اوكاري دائما زيرو بلس بس اذا ضربته من عمر نيجاتيف بصير زيرو موان. بس انا شو عملت هون؟ طلعت الموان لفوق دائما التلميذ بفضل الموان طلعها لفوق فصارت موان تروا فوق وتحت صارت سانك عادي. فلما صارت سانك صارت سانك فوق زيرو بلس يعني هي شو بتضل زيرو بلس. كومبري موان تروا سير زيرو بلس كمان موان اوكي مش الحال هولي كثير اخذنا من وقت هون دور منيح من البارتي اوكي اوكي طيب هيك بنكون اشتغلنا بالليميت بالفورم ديتيرمينا. احنا خلصنا هلا فورم ديتيرمينا. احنا المفترض بكره نشتغل بالفورم اندترمينا او يمكن اعطيكم اشياء من الكتاب عليهم كمان لتشتغلوا منها. هلا بنشوف هلا انا الفورم اندترمينا هلا بنجي لوقت الامتحان بتمنى انه الكل يكون موجود معي بكل الاحوال. لا في عالم مش موجود في ثلاث اشخاص مش موجود. ما يا استاذ الانترنت ابدا ما منيح يعني كثير عم بيعطش. هلا هي بتكون معي انتوا ماشي الحال بس انه على القليل الواحد بيحاول يفوت يعني مش بيضلوا برا يعني. طيب بكل الاحوال احنا هلا مين في معي هون؟ الغايبين في عنا ثلاثة أمين موجود إبراهيم مش موجود و مين بعد في فادي صار له فترة مش عم يطلع ما بعرف شو قصته و مين بعد ومحمد جبريل. طيب هو الثلاثة أكيد بتخبروهم هلا اللي بدنا نحكي عنه لأنه هذا موضوع كثير مهم. أنتوا عرفتوا هلا عندكم امتحانات بس خليني أوقف ريكورد لأنه هو 10 دقايق